مرحبا، أنا سبق واشتغلت علبة كلينكس من قبل، بس حابة أشرح لكم طريقتها اليوم. لهذا اشتغلت على قطعة الكارتون. لعملنا رح نحتاج إلى السطح اللي رح نشتغل عليه. أنا هون عندي كارتون، نحتاج إلى معجون التشكيل اللي هو الباستا غولياف، ممكن اللي متوفر عنده ممكن يستخدم معجون الجدران، شريط اللاصق. نحتاج إلى البيتون وهو المادة الخاصة بتعتيق النحت على المعدن، صراحة ما بعرف اسمه بطريقة ثانية، بس هو البيتون نعرف هذا الاسم، بس هو كذا قوامه زي اللي زيتي وريحته كأنه قطران. أنا اللصاق رح استخدم السبراي، طبعا مو شرط السبراي، ممكن تستخدمون حي الله لصاق، ممكن لصاق الأبيض العادي. رح نحتاج إلى قلم النفخ اللي مو متوفر عنده، ببساطة يستخدم أعواد الأذن، سكين لشغل الاستانسل، مو شرط السكين، أنا رح أشتغل بقطعة ثانية، فرشاة للتعتيق بالبيتون، شوبك صغيرة وأي شيء لحتى نفرد ولق الألمونيوم، ورح نحتاج إلى ورق الألمونيوم. بالنسبة للإستانسل البارز، اللي مو متعودين على شغل الإستانسل الأفضل إنهم يثبتون الرسمة حق الإستانسل بواسطة الشريط اللاصق. أنا اليوم رح أثبته لأنه ما أقدر أحرك إيدي كتير، ويعني ما أقدر أحكم الرسمة مزبوط. بهذا الشكل ثبتها أنا. بعدين بنجيب المعجون بنحطه كده على طرف الرسمة، بنحط كمية كبيرة، أوكي، لأنه بعدين نسحب نبغى يغطي كل الرسمة. اللي عنده السكين هذا متوفر يستخدم السكين، اللي ما عنده السكين ببساطة يجيب أي قطعة مسطحة حتى لو مسطرة، رح يحطها على المعجون كده ويسحب. الأفضل إن نسحب في اتجاه واحد، طبعا سبق واشتغلت العلبة، قاعدة أشتغل هذه بس لحتى أفرجيكم الطريقة. نشيل الشريط اللاصق، وبعدين نشيل الاستنسل. هذا بيطلع شكله مثل ما انتم شايفين، حتى انه بيطلع عندنا مرتفع، مشان هيك يسموه الاستنسل البارز. ما بعرف اذا بيبين معكم بالكاميرا ولا لا. هذا هو الاستنسل اللي اشتغلناه بعد ما نشف. هلا رح ناخذ قطعه ورق الصنفره ورح نمسح شوي على السطح، لانه في الاستنسل البارز لما نجي نشيل الرسمه بيطلع معها حتى المعجون، فلما ينشف يصير زي قمم صغيره بتشوف يعني. هذه اذا خليناها راح تقطع ورق الالومنيوم بسهوله. هذا احسن شيء ان نعنها شوي. الخطوة هذه للأسف ما انتبهت انه الكاميرا ما بتصور، مش هيك راح اشرح لكم بس صوت. بعد ما نعمنا الاستانسل حقنا بناخذ قطعة ورق الألومنيوم بنكمشها بهذه الطريقة، بس نحاول لما نكمشها ما يكون الألومنيوم فوق بعضه. اوكي، طبعا بنكمشها بهذا الشكل وبنتأكد انه الحجم اللي عندنا راح يناسب حجم قطعتنا. هذا الحجم نشوف انه اوكي. بعدين بنجيب الشوبك بنفردها كده شوي لحتى لما نجي نلصقها بيكون لصقها سهل وبيمسك فيها الغراء. بعدين بناخد قطعتنا بندهن عليها غراء الخشب. انا استخدمت السبراي، اي نوع غراء مو مشكلة. ثم نلصق هذا الألومنيوم فوق القطعة حقنا، وبأصابع العيد نلف على الاستانسل كله لحتى يصير بارز عندنا شوي، وباقي الخطوات رح تشوفوها بالتفصيل. أنا بعد ما ضغطت على الرسمة بإيدي لحتى بان الاستانسل، رح ناخذ عود قطن أو هذا القلم حق النفخ ونعدي على حواف الاستانسل بهذه الطريقة لحتى تصير عندنا بارزة أكثر.
انا متعوده اشتغل بايدي اليمين، فعنجد يعني لما احس اشتغل بايدي اليسار احس كانه الوضع مو طبيعي، بس يلا مو مشكله. هلا بتشوفون انه ما بعرف اذا ببين بالكاميرا ولا لا، صار الستنسل عندنا بارز اكتر، يعني صار واضح من بعد ما حطينا فوق الورق القصدير. وهلا رح نشتغل مع بعض التعتيق. اوكي، هذه هي قطعتنا. حلو لما يفضل شوية لون غامق كده عند الحواف، لأنه بعد ما نحط عليها الكريمة دوسيرة رح يصير بارز أكتر. هلأ نسكر هذا حتى ما ينسكب أول. رح ناخد قطعة كلينكس ونحاول نمسح على السطح الاستانسل بس لحتى يخف اللون ويصير في فرق بينه وبين الخلفية بهذه الطريقة. نمسح بس شوي، طبعا البيتون دائما لازم ننظف قبل ما ينشف. اذا نشف ممكن ناخذ قطعة قطن نحط عليها شوي وايت سبيريت اللي هو بالفرنسي اللي هو التوربنتين، اوكي، ونمسح فبيزول معنا بسهولة. هلا رح نستنى على البيتون ينشف ونرجع لحتى نشتغل عليها بالسير الذهبي. بعد ما نشف البيتون هلا رح نشتغل بالسيرة. هذه السيرة تستخدم غالبا لما مثلا نشتغل الكراكلي الزجاجي اللي يجي شفاف فيه تشققات، بنحط عليه طبقة من السيرة وبعدين نمسحها فبتصير هذه التشققات لونها ذهبي. اوكي، انا هلا رح احطها فوق الستانسل بس لحتى يصير عندي بارز بشكل اكثر. طبعا هذه الخطوة اختيارية، اللي يحب يشتغلها يشتغلها واللي ما يحب ما يحب. انا احب اشتغل هذه الخطوه باصبعي. ممكن اللي يجيب فرشاه مسطحه يحط عليها السيره ويلون والفرشاه ممدوده، يعني ما يضغط من فوق لانه راح تتلون القطعه كلها، وانا ابغى الاستنسل بس. هي لانه الالوان اضاءة مع ورق الالومنيوم تحت فضي فبتعكس اضاءتها مع التصوير، مشان هيك ما اظن انه بيبين الذهبي كتير اللي بنحطه، بس هو اكيد لما تشوفه مباشرة بيكون مبين. ادم خلص زعل وبلش يصارخ لانه يقول وينك انت يا ماما تركاني يا ماما. خلاص هذه هي، لما تنشف كتير منيح رح يبان شوية فرق بين الخلفية والاستانسل، بتشوفوها ان شاء الله بعدين لما تنشف. هذه هي قطعتنا بعد ما نشفت تماما. انا يعني بحاول احركها لحتى يبان عندكم الاستانسل وهيك، لانه الذهبي مع الاضاءة فما بيبين كتير. اوكي، طبعا انا هذه اشتغلت هذه لحتى افرجيكم طريقة بس، لاني كنت سبق واشتغلت علبة حق الكلينكس. هذه هي طبعا نفس طريقة العمل، انا اشتغلت العلبة عملت الجوانب الكبار بالاستانسل بس فوق، والجوانب هذه اشتغلتها سادة بس ورق ألمونيوم مكمش. ان شاء الله تعجبكم الطريقة ويكون الشرح واضح، واكيد اشوف تطبيقات حلوة لانه هذا شيء يسعدني كتير. الله يسعدكم يا رب، وثانك يو.
ومع السلامة. باي باي.